السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الطالبة سنة النهائي الصف الأول الثانوي مدرسة شرفنا الثانوية. هنكمل اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا لماذا بدأنا بهمزة الوقت مكسورة؟ إن شاء الله نتكلم النهاردة عن همزة الوقت. همزة الوقت يؤتى بهمزة الوقت والتوكل بالنطق بالحرف الساكن، لأن العربية تبدأ بساكن. العالمين لم يسكن. أنا جبت همزة الوقت عشان أتوصل بالنطق بالحرف الساكن. تاني حاجة، همزة الوقت تثبت في الجد وتسكت في الوقت، وعندما تسكت لفظا لا حرفا. يعني العالمين هبدا بيها هثبتها والآن، ولكن عند الوقت رب العالمين مش هنطقها، وعندها مش هنطقها بس هي هتكون ثابته في الخط. انا مش هنطقها بس هي هتكون مربوطه. يعني تثبت في الخط وتسكت في اللفظ. تدخل همزة الوقت على الاسماء والافعال والحروف وهي لام التعليم، فتكون مفتوحه دائما. الهمزة الوقت تدخل على حرف واحد هو لام التعليم، فتكون مفتوحه دائما زي الحم الحق العالمين. همزة الوقت تدخل على سبع اسماء فقط في القران الكريم، فتكون همزة الوقت مكسوره زي ابن ابنة امرأة امرأة اثنان اثنتان اسم بالسين وليس بالتاء. الافعال تدور همزة الوقت في الافعال بين الضم والكسر. تدور همزة الوقت في الافعال بين الضم والكسر، يعني همزة الوقت تيجي في الفعل يا مضمومة يا مكسورة. بينما الطلعة والكسرة دي همزة الضم وليس همزة الوقت. الطلعة والكسرة دي مفتوحة بس دي همزة الوقت وليس همزة الوقت. نبدأ بهمزة الوقت مكسورة إذا كانت همزة الفعل مكسور أو مكسور. اهدنا الدال هنا مكسورة، عشان كده أنا بدأت بهمزة الوقت مكسورة. يبقى ليه الإجابة؟ بدأنا بهمزة الوقت مكسور عشان همزة الفعل مكسور. اهدنا واضرب الراء مكسورة، وإن هب الهاء مفتوحة عشان كده بدأت بهمزة الوقت مكسورة. وإركع وإفعل. شغلنا كله على اساس الفعل، احنا هنبص على اساس الفعل مضمون او مكسور هنبدا، مضمون مفتوح او مكسور هنبدا بهمزه الوقت مكسور. تمام. الفعل نبدا بهمزه الوقت مضمون اذا كان ثالث الفعل مضمون زي ارفض. الكلمه مضمومه عشان كده هبدا بهمزه الوقت مضمومه. ارفض وانظر الله مضمومه عشان كده هبدا بهمزه الوقت مضمومه. وكمان ادخلوا ولكن مستثنيه من هذه القاعده خمسه افعال مهمه. امضوا اخذوا ابنوا امشوا وايدوا. نبدا بها مكسوره الافعال دي مع ان الكلام فيها مكسور ولكن هبدا بهمزة الوقت مكسوره. ابنوا قال بنوا عليهم بنيانا سكه في الوقت تسكت همزة الوقت، يعني قالوا بنو مش هتبقى همزة الوقت، ولكن هبدأ بها مكسورة. ابنوا لأنها ضمة عارض، ده ليه؟ لو أنت قاعد تأكد إن الضمة دي ضمة عارض، خش ضمة الجماعة. ابني أو إيه بها مصدر؟ ابني أو قاعد بها مصدر؟ ابني والدليل سجود التحليل. رب ابنني عندك ليس ابني ابني من المكسورة، عشان كده هبدأ بهمزة الوقت المكسورة. امشوا وفجأة امشي. امضوا امضي. اخضوا اخضي. خلاص ايدوا ايدي. خلاص خلاص خلاص.